نفسي أكون صاحب أثر يفيد في وجودي وعدمه. طبعا أنا بفضل الله مولود كده، تمام. طبعا مولود قعيد مع جزء إعاقة بصرية جزئية. طبعا اتعلمت بطريقة برايل، تمام، لغاية الثانوي. وجيت الجامعة طبعا بعتمد جزئيا على برايل وجزئيا على السماع أو المذاكرة الصوتية، تمام. فطبعا هي طبعا أكيد حاجة مش سهلة، بس في نفس ذات الوقت طالما أنا داخل وعارف أنا داخل عايز إيه، فما فيش حاجة بتصعب على صاحب الإرادة. ودي رسالة حابب أوجهها لكل إخواتي من ذوي الإعاقة وللمجتمع، إنه إحنا مجتمع ذوي إرادة بإعاقة ولكن فينا إرادة. كان الوالد دايما أكتر كلمة كان بيغرسها فيا من صغري: أنا أتمنى يجي اليوم اللي أشوفك فيه وإنت بتناقش الدكتوراه. فطبعا الكلمة دي اتحفزتني كتير جدا، بس طبعا أنا كان هدفي أكون دكتور في علوم القرآن. شاء السميع العليم إني أنا أكون في قسم علم النفس، القسم العظيم اللي حقيقي ما يعرفش قيمته غير اللي يقرب منه. أنا الحمد لله حافظ القرآن كامل، وبفضل الله يعني أزعم أني عندي موهبة إلقاء الشعر زي ما قلت لحضرتك، في حالها حال مذاكرتي يا إما سماعي يا إما برايل. وفي القرآن بالذات بحب أني أحفظ أو أراجع سماعي. أنا حفظت القرآن وأنا في أواخر المرحلة الإعدادية. هي الفكرة مش فكرة، ما كانتش فكرة إلقاء شعر فقط، الفكرة كانت خطابة أصلا، تمام. فكان طبعا لي أستاذ في المدرسة حقيقي، طبعا الفضل لله أولا ثم للمعلم ده، بعد فضل أهلي طبعا اللي ما تأخرش علي في حاجة ولا زالوا بيدعموني إلى يعني أن ربنا يوفقني وأكون صاحب أثر في المجتمع. طبعا المعلم ده كان له قاعدة كده في الحصة، كان يدخل قبل ما يشرح درس يختار طالب يقول له: اطلع قول لنا فائدة في دقيقة في دقيقتين، ما تزيدش عن كده. فطبعا كان المعلم ده بيفاجئني، يعني طبعا احنا عارفين ان عندنا النهاردة بس مش عارفين هو هيختار مين. فطبعا كان له الفضل بعد ربنا في اني انا طبعا اكون قادر على اني القي والقي بارتجال، ما هياش فكره انه مش لازم ان انا اكون محضر، مش لازم إن يعني لو اتفاجئت الوقت ان انا محتاج القي حاجه معينه ربنا بيسعفني وبيلهمني. فدي يعني نقطه من النقط اللي حقيقي بجد بشكر كل حد سندني فيها. نفسي أكون صاحب أثر يفيد في وجودي وعدمه، أرسم بسمة على وجه من يحتاج إليه، يعني بمعنى آخر أخفف عن الآخر. وده دور علم النفس، يعني ده الدور اللي خلاني أحب قسم علم النفس أصلا، مع أنه زي ما أنا قلت لحضرتك أنه ما كانش من ضمن أهدافي أو من ضمن التطلعات اللي أنا بتطلع لها.